السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. سعيد جدا وإحنا بنقدم ليكم النهاردة الحلقة الجديدة، وهي هيبقى الهدف منها هو استخدام مودال فيربس أو مودال أوكسيلاريز. عشان نخش في الموضوع على طول عشان الوقت، نقول مودال فيربس أو مودال أوكسيلاريز اللي هي الأفعال الناقصة أو المساعدة، هي أفعال زي مثلا ماست وزي شود وزي كانت وماي ومايت إلى آخره. هي مجموعة أفعال بتيجي مع الفعل الرئيسي علشان تعمل تعبيرات أو حالات معينة. زي إيه؟ زي مثلا إعطاء الإذن giving permission، زي مثلا الإلزام، زي الاحتمال، المقدرة إلى آخره. إحنا النهاردة هنبقى مركزين في الهدف بقى معانا حاجة اتنين، واحد اتنين، هيبقى مركزين في عمل deduction الاستنتاج و advice النصيحة، ومع النصيحة هيبقى اللي هو regret الندم. نقول بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة لديدكشن اللي هو الاستنتاج، يعني انت بتستنتج معلومات ما هياش اليقين المطلق. اليقين المطلق يا جماعة اللي هي اقصد اكون اللي هو معلومة، يعني ان انت تقول مثلا ايه he is ill، يعني انت مستخدم الفيرب اللي هو الفعل الرئيسي زي ما هو، ما مش جايب معاه فعل مساعد ولا ماست ولا كان ولا كده. طيب he plays well، he plays football well، هو بيلعب كرة قدم كويس. الفعل play اهوت مش جاي معاه اي افعال مساعدة ولا كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه اللي هي المعلومة او اللي هو certain اليقين، يعني بيبقى عندك معلومة. لكن احنا النهاردة موضوعنا هو deduction. deduction يعني ايه؟ الاستنتاج. انت بتستنتج حاجة بناء على معلومة. نبتدي نقول رقم واحد، انا عندي استنتاج في المضارع اللي هو اكيد في المضارع، وعندي استنتاج in the past في الماضي اللي هو اكيد حصل في الماضي، بيبقى استنتاج برضو. طيب في المضارع بيبقى عبارة عن ايه؟ بجيب ايه؟ بجيب must plus infinitive. must زائد الفعل في المصدر، مثلا زي must be. الماضي منه ان انا اقول must have plus زائد past participle زائد التصريف الثالث للفعل. تمام. انا مثلا لما اجي الاكزامبل عليها، لما اجي اقول ايه، بسال على فلان وير از احمد، اين احمد، فبتردوا عليا بتقولي لي مثلا هي از نوت هير، وانا عارف ان هو دايما مواظب على حضور المحاضره او التمرين او كده. فانا او انت ممكن نستنتج بقى، نروح قايلين ايه، يبقى هي ماست بي ال. ركز معايا شويه، انا قلت ايه؟ ماست، اجيب وراها المصدر بتاع اللي هو از او اي فعل انت عايز تجيبه، يعني عشان ما نحفظش ماست بي بس، لا، يبقى هي ماست بي ال. دي معناها انت بتستنتج، بتقول ايه؟ هو اكيد تعبان. هي مش معلومه بس انت بتستنتج لانه هو دايما بيحضر وكده، فانت بتقول اكيد تعبان. معناها يعني دي اللي بيسموها حتى اللي هي اعلى درجات الاستنتاج اللي هي near certain. يعني نقول ايه معناها؟ I am near certain that he is ill. طيب لو احنا مثلا بنتكلم على yesterday، امبارح، بتكلم على امبارح بقول مثلا he didn't attend the lecture، هو امبارح ما حضرش المحاضرة. وانا عارف ان هو دايما بيحضر وكده، فانت هتستنتج يبقى تقول ايه؟ يبقى اكيد كان تعبان. يبقى he must have been ill، يعني I am near certain that he was ill. يبقى near certain اعلى درجات الاستنتاج هي must be، والماضي منها must have been. النفي او اعلى درجات الاستنتاج بس بالنفي، احنا اللي احنا قلناه من لحظات اللي هو بالاثبات اللي هو اكيد كذا، لا احنا عايزين نقول استحالة.
نفي ماست بقى ايه؟ مش mustn't في الحالة ديت، لا هتبقى ايه؟ can't. can't يبقى must be هيبقى النفي بتاعها can't be، ونفي must have been هيبقى النفي بتاعها can't have been. يعني مثلا لو الجرس بتاع الباب بيرن، فانا مثلا هقول الجملة دي، خلوا بالكم كده معايا يا شباب. لو انا قلت ايه؟ it can't be احمد، استحالة ده يكون احمد، because احمد has just left for Cairo، لان احمد لسه رايح القاهرة. فهنا انا بستنتج بقول ايه؟ بقول ان I am near certain that he is not فلان. يبقى انا كده deduction، استنتاج بالنفي، استحالة يكون فلان. مثلا لو انا عايز استنتج في الماضي، فنفتكر مع بعض نفي must have been ايه؟ must اللي هو can't have والتصريف الثالث. فانا مثلا اجي اقول ايه؟ مثلا he didn't attend the lecture yesterday، هو ما حضرش المحاضرة امبارح. يبقى وانا عارف برضو ان هو المفروض ان هو مواظب على المحاضرات وكده، فانا اقول ايه؟ الاستنتاج بقى بتاعي اللي هو تشغيل الدماغ، يبقى he can't have been well، يعني استحالة ان هو كان كويس. لو مثبتة اقول ايه؟ he must have been ill، يعني اكيد كان تعبان. مثال تاني اكثر واقعية، لو انا مثلا اجي اقول ايه؟ his keys المفاتيح بتاعته are still on the table and he left، المفاتيح بتاعته موجودة على الترابيزة وهو مشى. طيب فانا هستنتج اقول ايه؟ عايز اقول استحالة ان هو شافها، يبقى he can't have seen them، استحالة ان هو شافهم. بطريقة الاثبات اقول مثلا ايه؟ اكيد نساهم، يبقى he must have forgotten them. دي زي ما قلنا اعلى درجات الاستنتاج اللي هي near certain بالاثبات، affirmative and negative وبالنفي. ننزل درجة كده هتلاقي عندنا may في المضارع، may plus infinitive، may زائد المصدر، وفي الماضي may have plus past participle. نفس الحكاية، بس دي معناها ايه بقى؟ دي معناها I am not sure، انا لست متأكد، I don't know، انا ما اعرفش، perhaps، it's likely، محتمل. مثلا ما نيجي نقول he may be ill، يعني I am not sure whether he is ill or not. طيب في الماضي he may have been ill، ربما كان مريض، انا برضو I am not sure، مش متأكد، بس ده ايه؟ استنتاج اللي هو uncertain، اللي هو غير مؤكد، in the past. لو نزلنا كمان درجة في عندنا might، might be والماضي بتاعها might have plus past participle، وممكن يبقى could، برضو ممكن could تستخدم في الحالة دي زي might، وده اللي بيقولوا عليه بقى يا جماعة ايه اللي هي might و could، اللي هي very uncertain، اللي هو الاحتمال الضعيف جدا. زي مثلا ما بنقول he might be ill، او he could be ill، he might have been ill، كده بنتكلم في الماضي. تمام، يبقى احنا دلوقتي جبنا درجات الديدكشن كلها. اما نيجي نتكلم بقى على استخدام المودال فيربس في اعطاء او الاشاره لحاله اللي هي ايه؟ اعطاء النصيحه، advice and regret، والندم. في عندي should اللي هي زميلتها اسمها او بتساوي ought to، should ought to، اجيب وراهم الفعل في المصدر
يبقى انا كده بنصحك في المضارع ومادد للمستقبل، بنصحك بعمل حاجة في المستقبل. زي ما بقول لك كده you should study harder to pass the exam. You ought to study harder to pass the exam. كده it's advisable، معنى الجملة دي it's advisable for you to study harder أو I advise you to study harder. كده إعطاء نصيحة. لو جيت أكلمك بقى الصيغة بتاعتها اللي هقولها حالا اللي هي should have أو ought to have plus past participle، الصيغة دي في الماضي مفيش نصيحة في الماضي بقى يا جماعة، دي يبقى اسمها ايه؟ regret اللي هو الندم او blame او العتاب. فمثلا لما اجي اكلم واحد ما ذاكرش، فانا عايز اكلمه بقى ايه؟ كندم او كعتاب او كده، اروح اقول له ايه؟ you should have studied، كان المفروض انك تكون ذاكرت بس انت ما عملتش. you should have studied harder but you didn't. لو احنا جبنا الصيغة مثبتة زي ما احنا بنقول كده يبقى معناها كان ينبغي ان تفعل، انت ما عملتوش. طيب لو واحد مثلا عمل حاجة وعايز اقول له لا ما كانش المفروض تعمل كده، يبقى النفي بتاع should هيبقى shouldn't او ought، هتبقى oughtn't to. نخلي بالنا يا جماعة ان ought دايما يجي معاه to. فروح انا مثلا جاي لواحد ما ذاكرش ولم يوفق في الامتحان، ربنا يعافينا جميعا يعني، فانا راح اقول له ايه؟ you shouldn't have gone to the cinema، ما كانش المفروض ان انت تروح السينما، معنى كده ان انت رحت السينما. you oughtn't to have gone to the cinema، ما كانش ينبغي ان انت تعمل كده. يبقى should have past participle دي معناها كان ينبغي ان تفعل، انت ما عملتوش. انما shouldn't have past participle طبعا معانا ought ماشيه في الموضوع، ought to دي تبقى معناها ايه؟ ما كانش ينبغي تعمل اللي انت عملته. طيب اخر حاجة عايز جزئية وتبع الموضوع ده هو ونتكلم فيها اللي هي استخدام could have plus past participle. could have والتصريف الثالث دي معناها ان كان ممكن يحصل حاجة في الماضي، كان من الممكن ان يحدث ولكنها لم تحدث. تعال نشوف example مع بعض، خلي بالنا اسمها ايه؟ could have past participle. مثلا امبارح I could have come to school by taxi، انا كان معايا عندي المقدره او كان ممكن ان انا اجي بتاكسي، but I came on foot، لكن انا جيت سيرا على الاقدام خدتها ماشي، so I was late. نخلي بالنا من الاكزامبل تاني مره سريعا عشان الفيديو ما يطولش بقى عن كده. I could have come by taxi but I came on foot so I was late. اسمها could have past participle اللي هي كان من الممكن ان يحدث. اشكركم على حسن استماعكم وان شاء الله تابعونا علشان ان شاء الله هنكملكم في بقيه المودلز ان شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.